ونرحب بضيفنا من رام الله السيد أشرف عكا الباحث في العلاقات الدولية. سيد عكا مرحبا بكم معنا. لماذا يطالب حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتطبيق ما تسمى بخطة الجنرالات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟ يعني هذا هدف اليمين الأساسي والرئيسي، واستغل هذه الحرب ليحقق طموحاته بعودة الاستيطان في القطاع. وهذه يعني مسألة أصبحت واضحة الآن، وهذه الخطة عمليا من بعض الأطراف العسكرية والأمنية المقربة من نتنياهو لكي يقدمها كأطروحة في مواجهة كل من يقول له عليك الانسحاب من قطاع غزة، سواء كان بفواعل داخلية أو العامل الإقليمي والدولي الذي ينظر إلى عودة الاحتلال أو الاستيطان أو يعني إعادة يعني تغيير ملامح القطاع والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه. هذا شغل مسألة غير مقبولة على مستوى الإقليم، وبالتالي هذه محاولة يائسة من نتنياهو لخلط الأوراق الداخلية كذلك، ولكن هي على أرض الواقع إسرائيل لن تستطيع يا سيدي يعني استعادة قوة الردع أو قدرتها على استعادة قوة الردع أصبح مشكوك فيها، وحتى بتاريخها هذه دولة قامت على العدوان والتوسع ولم تستطيع ردع أحد في المنطقة مرورا من عام 53 و 67 وحرب 73 وثمانينيات القرن الماضي، حتى يعني المقاومة اللبنانية في عام 2000 والمقاومة الفلسطينية حتى 7 أكتوبر. لم تستطع إسرائيل عمليا منع هذه القوى من أن تواصل المقاومة أو المواجهة، وكذلك يعني فعلت الدول العربية في سنوات يعني الاستنزاف في سبعينيات القرن الماضي. إذن إسرائيل كيف يمكن لها أن تستعيد قوة الردع خاصة أنها تقوم على التوسع والعدوان؟ طالما هناك توسع طالما هناك عدوان لن تستطيع، وبالتالي هذه الخطة يعني محاولة استدراكية من نتنياهو لخلط الأوراق الداخلية من جهة، ويحاول يعني أن يوظف هذه الخطة من أجل يعني أن يشكل فيها ردعا ما للفلسطينيين حتى في الضفة الغربية، خاصة أن مخططات الاحتلال في الضفة لا تقل يعني خطورتها ونتائجها عن الشكل الذي تحدث فيه عن في قطاع غزة. طيب، ولكن تعلم بأن تنفيذ هذه الخطط يحتاج إلى المزيد من المعدات العسكرية، يحتاج إلى المزيد من الجنود، في حين أن جهاز الأمن الإسرائيلي بيشير إلى ارتفاع أعداد المصابين بأزمات نفسية حتى عام 2030 يتوقع أن يرتفع بنسبة 172% بين الجنود الإسرائيليين. كيف يمكن تحقيق ذلك مع كل هذه الإصابات التي تطال جنود الاحتلال الإسرائيلي؟ أولا هناك نقاش وجدل مرتبك في الساحة الإسرائيلية سواء حول هذه الخطة أو غيرها من أهداف الحرب و وضع الجيش الإسرائيلي وحالة الاستنزاف وعدد الخسائر وطريقة التعاطي يعني مع قطاع غزة. واعتقد يعني وعلينا أن ننظر إلى تصريح بني جانس خلال الساعات الماضية بأنه لا يمكن لنا أن نعيد الاحتلال شعب آخر، وعلينا أن نفكر بالسلام مليا، وعلينا أن يعني أن نراجع هذا السلوك وهذه السياسة سواء كان تجاه القطاع أو تجاه الفلسطينيين. وبالتالي يبدو أن نقاشا داخليا إسرائيليا عميقا يدحض كل هذه التوجهات ويكشف عن طبيعة الحقائق والخسائر والاستنزاف الذي يعيش الجيش الإسرائيلي. حتى التهديد بحرب على لبنان يبدو أنها فقط في الدعاية والإعلام والتصريحات، ولن يكون لها يعني مكان حقيقي في فتح جبهة شاملة والحديث عن اجتياح بري. يعني المسألة الآن أصبحت واضحة أن إسرائيل تقاتل على جبهات متعددة، وإنجاز التعبير يعني المنافسة الآن بين إيران وإسرائيل أن إيران يعني ثمت فارق في منطق إيران في إدارة هذا الصراع. مش إحنا كمان نكون واضحين ماذا يحدث الآن في المنطقة، هناك تحولات في مفهوم الردع ومفهوم الاشتباك والصراع. إيران استطاعت التغلغل في المنطقة عبر بناء شبكة من يعني من المؤيدين والحلفاء والتي مدتهم بالسلاح والإمكانيات، وبالتالي منطق إسرائيل في توسيع النزاع لا يخضع إلى أي مقاربة عسكرية أو استراتيجية ردعية بالمعنى العسكري العام. وبالتالي
عندما نتحدث عن الوضع الإسرائيلي الداخلي بأبعاده كافة وعلى رأسها العسكرية، الحديث عن عشرات آلاف الجنود المصابين والذين يحتاجون إلى علاج نفسي، أضف إلى اليوم على سبيل المثال عشرات الجنرالات والحاخامات ورؤساء الموساد والشباك وأمان يرسلون رسالة من أجل إسقاط نتنياهو ومن أجل تحميل أن يتحمل مسؤولية الفشل وما يقوم به عمليا عبر التشريعات والقوانين وإلغاء دور المؤسسات الديمقراطية. وبالتالي هناك حراك داخلي إسرائيلي جدي يتفاعل ويكبر شيئا فشيئا. واسمح لي أقول علينا ألا نلتفت إلى كل تلك التصريحات التي وراءها نتنياهو وأتباعه في إسرائيل. والحقيقة الأمر الإعلام الإسرائيلي بالمقابل عشرات المقالات التي تكتب والتي توضح طبيعة الهزيمة وطبيعة الكذب وطبيعة الواقع الذي تعيش إسرائيل برمتها وعلى كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والديمقراطية والمستقبلية بهذا الاتجاه إذا ما استمر نتنياهو بهذه السياسة. نعم.